الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. احنا شباب الخير جينا الدوار دراكيماخ جماعة أسيف المال، الجماعة اللي كاينين الناس فيها مساكن ما فحالهمش، كيتعذبوا عام على عام بالبرد اللي كيكون هنايا، كيلقاو واحد الصعوبات في الطريق، صعوبات ملي كيبغيو يتسوقوا، دراري صغار مساكن داك بخاطر داك البرد كيتمشقوا ليهم وجاههم وكيعاني واحد الحالة يرتلى. وحنا درنا واحد المبادرة سميتها مبادرة دفء الشتاء، قلنا ان الناس اللي في مدينه الجديده تقريبا كاملين عندهم ما يلبسوا او دافئين، ان الناس كاينين الناس عندهم واحد المونك في الحوايج وخاصهم بزاف ديال الحوايج. داكشي قلنا حنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسائر والحمى، علاش لا، هادو هما خوتنا وحنا حنا نعاونوهم. وجمعنا الحوايج من لونتوغاج ديالنا وجبنا لهم هنا، عسى ان يجعل الله ذلك في ميزان الحسنات ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، الاسم سفيان بادين، نائب امين المال بجمعيه شباب الخير. حنا الان كنتواجدوا بدوار دار اكيماخ جماعه اسيف المال اقليم الشاويه. حنا كنا نظمنا واحد مبادره هي سميناها دفء الشتاء، والشعار ديالها اننا حنا ما نسينكمش. وبالفعل حنا ما نسينش هاد الناس، وكنا كنتظروا غير هاد البادره، والحمد لله وفقنا الله وجمعنا واحد الكمية ديال الملابس قدرنا عليها الله، وجينا درنا واحد كما نقولوا بحال رحلة، جينا من جديدة، جينا هنا عندهم باش نساعدوهم، والله نبغيو ان شاء الله من الله عز وجل يتقبل من هذا العمل. وكنطلب من كاع الناس اللي بامكانه يساعد اي محتاج يساعدوا ولو بالقليل. وشكرا جزيلا والسلام عليكم. السلام عليكم. الان غادي تتم العمليه ديال توزيع الملابس، هما ملابس كتنقسم لعيالات كبار، عيالات صغار، عيالات مويان، عيالات ورجاله مويان، ورجاله كبار، ورجاله صغار. وغير الله كنتمنوا انهم يقبلوا علينا، هذا واحد المجهود بسيط اللي كنحاول نعبروا به على الحب ديالنا وعلى الاخوه ديالنا بالنسبه لهم واتجاههم هما دوك الناس. وكنتمنى يقبلوا علينا على هذا الشيء اللي جبنا لهم، واخا واحد الحاجه بسيطه 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 جدا، اللي من هذا المنبر كندعو كل شيء باش انه يحاول يتخذ تقريبا نفس الطريقه اللي كنديروها شباب الخير، ويكون من خيره الشباب اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وكلمة الله العليا. يونس الروح، مسؤول إعلام والتواصل بجمعية كشافة المغرب فرع أمزميز. أود أن أشكر الإخوان والأخوات في جمعية شباب الخير مدينة الجديدة على هذه البادرة الطيبة. فيما يخص هذا النشاط فهو كان نشاط
نشاط عبارة عن توزيع الملابس لفائدة ساكنة منطقة دوار إكيماخ بجماعة أسيف المال. كما تخللت النشاط مجموعة من الأنشطة التربوية والترفيهية في معظم الأوقات ديالها. كان بغي نشكر جمعية شباب الخير مرة أخرى على هذه المبادرة الطيبة. كنقول لكم حقا أنتم الشباب وأنتم الخير، مسيرة موفقة، وفقنا الله وإياكم لخدمة الصالح العام وكذلك لخدمة المجتمع المغربي ولمزيدا من العطاء إن شاء الله. السلام عليكم. باسم جمعية الخير للتنمية والتضامن نشكر جمعية شباب الخير بالجديدة على هذه المبادرة القيمة. وبركاته. حنا افراد جمعيه شباب الخير اللي تحملنا اعباء السفر على مسافه 265 كيلومتر من مدينه جديده لدوار دار اكيماخ جماعه اسيف المال في مبادره تحت عنوان دفء الشتاء. هذه المبادره اللي كتهدف لجمع الملابس واعاده توزيعها على سكان هذه المنطقه اللي هما في امس الحاجه لهذه الملابس واللي كيعيشوا في واحد الوضعيه اقل ما يمكن القول عليها انها وضعيه مزريه. ومن هذا المنبر بغيت نتوجه بالشكر الجزير لكشافة المغرب فرع جماعة أسيف المال ورئيس الجماعة على الدعم وعلى الاستقبال الرائع اللي قدموه لنا، والحمد لله استطعنا أننا نوصلوا الهدف ديالنا ونزرعوا البسمة على أوجه هاد الناس. شكرا. وبركاته. معكم ياسين وجداني نائب رئيس جمعيه شباب الخير. كيف ما شفتوا معنا في هذا الشريط الفيديو، حنا جمعيه شباب الخير مشينا درنا واحد ليفينمون في اسيف المال جماعه امزميز. مشينا جمعنا الحوايج مع الناس هنا في جديده وقديناهم تريناهم صبنا اللي بغيت تصبنوا داك الشيء. من بعد حاولنا نديروا كوتيزاسيون بيناتنا حنا اعضاء ديال جمعيه شباب الخير، ودرنا واحد النهار ونسق مع جمعيه كشافه المغرب فرع امزميز ومشينا لاسيف المال بعيد واحد المنطقه اللي بعيده على منطقه جبليه بعيده على امزميز ب 30 كيلومتر وفيها الناس اللي محتاجين بزاف. ففور الوصول ديالنا لقينا واحد الاستقبال كبير من طرف اعضاء جمعيه كشافه المغرب فرع امزميز اللي من هذا المنبر كنشكرهم على المجهودات الجباره اللي داروا لنا باش خدينا الرخصه ديال انهم قاموا بهذا النشاط اللي سميتو نشاط دفء الشتاء. وكنتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس جماعه اسيف المال، وكنتقدم بالشكر للسيد مدير مجموعه مدارس دار اكيماخ. ومن هذا المنبر كندعي لجميع الناس سكان مدينه الجديده والنواحي والاقليم بانه يتعاونوا معنا. حنا باقي بغينا نديروا دي زيفينمون ان شاء الله جايين، بغينا نعاودوا نمشيو نعاونوا هاد الناس اللي محتاجين لينا وخاصهم هاد الحوايج.
على حيت شفنا بزاف الناس اللي مساكن محتاجين وخاصنا حنا ما نساوهمش. كما كان الشعار ديال النشاط ديالنا هو ما ناسينكمش. ومن هاد المنبر كيفما قلت لكم الله يرحم لكم والدي اللي عنده شي حوايج ومن اللي عنده شي حوايج وبغى يتعاون معنا فهنا غادي يلقى لو ليان فيسبوك ديالنا وراه الا دخل الباج يصيفط غير ميساج لينا وحنا نتكلفوا نجيو حتى عندكم حيت ان شاء الله من هنا شهرين ولا من هنا ثلاث شهور بغينا نعاودوا نفس العمليه في مناطق اخرى بنائيه ومناطق اللي محتاجين. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.